السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في لعبة إيكاروس في تحديثها الجديد. اللي ما شاف الحلقات السابقة أنصحه يشوفها، يحصل الرابط حقها في الديسكريبشن. نحن في الحلقات السابقة بنينا هذا البيت الصغير، وكثير من المتابعين تنمروا علي وقالوا البيت هذا حقك مرة صغير، بس إن شاء الله بإذن الله حنبني واحد أكبر منه. مهمتنا في هذه الحلقة إن نبني الراديو لنأخذ منه المهمات من المحطة الفضائية. يلا نبدأ الحلقة، يلا نبدأ. بسم الله. يا الله العطش، العطش يذبحني. اشرب مويه يا حبيبي، اشرب مويه، اشرب مويه، اشرب مويه. يبغالنا نسوي قربة، احنا ما سوينا قربة ولا ايش الحكاية؟ اخيرا كان العطش حيهلكني. طيب نحن ايش يبغالنا؟ نحن وصلنا لفي العشرة صح؟ اظن فتحنا حقة الراديو، هذه حقة الراديو. لكن ايش يقول لي؟ يقول لي يا حبيبي يبغى شلتر، لازم نسوي شلتر، لازم نكبر البيت. ايش رايك نكبره من هنا؟ نكبره من هذا الجهه، تمام؟ يعني نخش من باب. والله البيت جميل، ليه المتابعين كذا بعجبهم؟ شوفوا كيف بيت محلتك صغير على قدي. طيب يبغانا نشيل الجدار هذا، نشيله. ما اقدر اشيله حتى اصلحه، عندنا مطرق هنا نصلحه. شوف كيف الهيد بوينت حقته ناقصه، صلح يا حبيبي صلح. خلاص بعد ما صلحنا نكسر ونكمل هنا، نكمل هنا. خلينا نسوي كرافت الاشياء المطلوبه. عندنا الخشب موجود هنا في كل مكان. يلا نبدا نحط العواميد. اللعبه هذه ما فيها فاونديشن، انت تسوي الفاونديشن بنفسك. شفت كيف التعقيد؟ ايوه كبر يا حبيبي هنا، حط هنا واحد. طيب وهنا نقدر نكبر كمان ولا من تحت؟ من تحت اظن انكسر. شايفين كيف؟ والله تعقيد. لازم نبنيها من تحت على فوق. طيب هذه هنا بنينا واحده هنا. اوه شوف الخنزير، شوف ايش هذا الحيوان؟ موت يا حبيبي، هذا حصان، هذا حصان. ليه متوحش كذا؟ هذبحني هو. هذا ولدك يا حبيبي؟ شكلي بعدين انا اوريك كيف فيه. ذبحت المجرم. طيب نسلخه، نسلخه يا حبيبي. اسلخ اسلخ يا قلبي اسلخ. خلينا ناخذ لحمه وعظمه. يا سلام، تك خذ كل شيء، خذ كل شيء. طيب خلينا الحين نروح اسوي هنا الفونديشن هذه يا حبيبي. فين؟ هنا. شوف لازم تحطها في الارض، لو حطيتها فوق ما تثبت. نحط هذه كذا اول شيء. ايوه نحطها هنا ونحط هذه هنا، وبعدين نجيب تحتها العواميد، لانه لو حطيت العمود من تحت حيطيح. ايوه شوف شوف كذا. ايوه ايش معقدين بنا في اللعبه هذه. طيب خلينا نخش جوه الكاميرا، نجيبه كذا واحد من فوق وواحد من تحت. جيب هذا من تحت، شايف؟ واحد فوق واحد من... حيتكسر ولا لا؟ ابغاه ما يتكسر، اهم شيء لا يتكسر علي. وهذا طيب حيتكسر، حيتكسر. ها ايوه حط له دعابات تعقيد. طيب ينفع دحين ولا ما ينفع؟ حلو حط له. يا سلام استحمل استحمل استحمل. خلاص كذا كفي كفي كذا، امورنا طيبه وزينه. حلو ممتاز. هذا العمود شيله خلاص ما له داعي. حطينا ايوه حطينا في الارض. الشباك هذا والله مشكله الشباك. طيب خلينا نحط جدار. يا سلام كذا جدار وكذا جدار. ايوه حط يا حبيبي. هنا بنحط شباك بصراحه، نقدر نحط شباك هنا. ايوه حلو كذا، خلي كذا مفتوح. ايوه وهذا ايوه هذه الجهه كذا. يا سلام نحط له شباك هنا ونرجع نضغط هذا. لا نقول له رجعك شباك عادي. هنا شباك عادي واحد، وهنا لا والله هنا ما حطينا شباك، المفروض نحط شباك قدام هذا. حط شباك هنا. حلو. هنا ترى اللعبه ميزتها انك تقدر تشيل البيبان على كيفك. وهنا نقفل وهنا نقفل. حلو الحين يبغى لنا سقف. ليه هذا كله؟ شوف عشان ما نقدر الكرافتنج عندنا مشكلتنا، حطيناها في مكان غلط. اوكي طيب هو يبغى الجدار. شوف لما ليه بسوي البيت هذا الحين، لانه لما يجي برا هنا اقول له سوي كرافتنج يقول لي ايه لازم شلتر، لازم في شلتر. فنشيلها. ايوه يا حبيبي شيل، اضغط اكس 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 اكس. يا سلام. ونرجع نحطها في البيت الجديد حقنا. وسعنا بيتنا، قلت لكم حنوسع البيت، لا تستعجلوا علينا. بس ايش والدنيا مظلمه هنا، يبغى لنا نحط زي هذا شعله، نسوي شعله ثانيه. انا ما سويت، ما عندي شعله لسه والله، يبغى لي اسوي شعله ثانيه. اوكي طيب نحط الطاوله. حط الطاوله يا حبيبي. ايوه حطها عند الشباك. لا حطها هنا، هنا مو عند الشباك، عند الجدار. خلي الشباك عشان نتفرج فيه. اوكي يا سلام. اقدر استخدم اللي يقول لي ابغى شلتر؟ خلاص اقدر استخدم دحين عشان فوق جدار. هنا يبغالي اسوي دحين واحد جدار ثاني. اوكي والله انا جيعان، في اكل هنا، في شيء نطبخ. في عندي لحمه. شوفوا شوفوا هنا الهيلث وهنا المويه. الهيلث عندي كونسيوم يا حبيبي، كونسيوم.
المويه برضو عطشنا. طيب هذه نقدر ناكلها ولا تنطبخ الطماطم؟ والله ناسي والله تنطبخ. انطبخي اظن لما تنطبخ تدي شوف ايش تعطيني، تعطيني 50 فويوت وتديني 75 ماكسيم استمنه. لا حلو حلو، اطبخ لي طماطم، اطبخ لي اياها حلو، اطبخ لي وكلها حلو ممتاز. في شيء ثاني طبخ البطيخ يطبخ ولا ما ينطبخ؟ لا اظن بيطبخ، بس اديني مويه واشرب مويه من هنا حبيبي، اشرب اشرب ممتاز. الحين خلينا اسوي لمبات. بصراحه عندي المكان لمبات مو واضحه، فين الفلور؟ هذا الفلور، سوي لي كم؟ 1 2 3 4، سوي لي 4 حبيبي كرافتي حبيبي. فينها؟ ها حط واحدة لي هنا. خلينا نظبط الإضاءة جوة البيت لأنه ماني شايف بصراحة. ايوه هنا، ايوه لازم أظن نشغلها، ايوه لازم نحط جوتها خشب صح؟ حط خشب. ها ولع، ايوه خلي الدنيا عندنا تنور. من ليه ما سوينا لنا سقف هنا يا حبيبي؟ سوي سقف يا قلبي، سوي سقف. لا مو هذا، فين 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 فين؟ والله ماني شايف. هذا هذا ايوه، حط سقف. كان المفروض اني اسوي سقف من هذه الانواع لكن اسهل لنا كذا. فين؟ نقول له يا حبيبي حطه فوق. ايوه يا سلام يا سلام، شوف الشباك هنا، قفل الشباك هذا. وهذا الشباك اللي شغال، هذا الشباك يطلع على هذه الغرفه. طيب اوكي اوكي خلاص، نحط واحد حق ضوء هنا ممتاز، ونشغل الضوء، نحط قطع على السبلت يا حبيبي وشغل، شغل لنا اللمبة وخلي الدنيا تضيء هنا. شوف كيف الكرافتنج بنش حقنا، بنحط لنا واحدة كمان هنا، حط واحدة يا حبيبي، الخشب عندنا كثير ممتاز. حط ولع ولع، خلي الدنيا تولع خلاص، كفي كفي كفي. نحن حطينا ايوه، شوف الدنيا كيف ولعت، شوف البنش، شوف الكرافتنج بنش حقنا كيف خطير. حط هنا السطل وهنا الادوات ممتاز. يلا نسوي هذا ولا ما يبغى؟ الحبل بسيط والخشب بسيط، ايش المشكلة؟ المشكلة في سبايك الحديد، لازم نبني صحارات. واسمع صوت احد برا، في احد برا بيشتغل. طيب نقدر نسوي شبابيك ما دام نحن هنا، نسوي شبابيك. فين؟ والله ما عندي شيء. هذا سويته ولا ما سويته؟ اوه هذا جديد حطوه، ولا انا فتحته من اول ونسيت اني استخدمه. ايوه سوي درع يا حبيبي كذا، شوف الدرع كيف ورا ظهري خطير من عظم. ايوه كذا، وبعدين اسوي ادافع كذا، ادافع فيه كذا، احد يضربني دي 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 دي. يا سلام، واذا بحطه حطه ورا ظهري زي كذا، الله شكله خطير. طيب ايوه، اذا بفكه فكه زي كذا. شوف الشجر قام يطلع. لا ممنوع هنا، ممنوع شجر، ممنوع تصحير، تصحير لكل المنطقه لو سمحتوا. لا ابغى اي شجره هنا، هذا شجر اللي هنا، ليه عندي شجر هنا؟ خليها مكانها هنا. طيب خليني دحين اروح ادور في المنجم عن ايش؟ عن حديد. دور في المناجم، فين المناجم هذه؟ ماني داري فينها والله. اروح ادور هنا بين الجبال هنا، في صوت احد. اوف 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 اوف، نمر خاصه. آه. ضربناه، شوف نمر جديد، هذا جقور. يا الله يا الله، هات السكينه يا حبيبي، اسلخ اسلخ واسلخ وطلع لحمه وعظمه. يا سلام، جاي يضربني، جاي يضربني، انت جاي تضرب مين يا حبيبي؟ خذ خذ كل اشياء تنفع. اوكي يلا خليني اروح ادور لي على منجم هنا ولا هنا. ايش هذا؟ هذا ايش هذا؟ فحم صح؟ اي والله فحم مهم، هذا فحم، الفحم ينفعنا اكثر من الخشب في التوليع. جمع يا حبيبي، جمع جمع. يا سلام يا سلام، لكن نبغى حديد، نحن قاعدين ندور على الحديد، بعدين نبغى نسوي صحاره. ما في هنا كهف ولا هنا؟ يا الله الا ايش هذا، كهف هنا؟ لا ما في والله كهف ولا شيء، والله هذا كانه في كهف هنا. خلي اشوف، ولع ولع النور يا حبيبي. ايوه كانه هنا في كهف، حاسس في كهف، كان شوف والله كهف، والله كهف خطير، ما توقعت اني احصل كهف. بالصدفه والله بالصدفه البعثه. طيب يلا نشوف ايش حظنا. يا سلام يا سلام، ان شاء الله في حديد، ان شاء الله نحصل في حديد. كسر يا حبيبي كسر، وسع الكهف، وسع وسع. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا الكهف السري بصراحه. في شيء يلمع هناك، ايش اللي شيء يلمع؟ حط حط، ايش هذا؟ ذهب. اوه اقدر اكسره، شوف البيكاكس. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايوه صح، الدوده، دوده. تعالي 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 تعالي، انا اوريك كيف. تعالي اطلع اطلع مره ثانيه، اطلعي اطلعي، فينك؟ فينها طلعت؟ اضربها اضرب قبل ما ترمي، قبل ما ترمي السم حقها. يا سلام يا سلام علي، دوده كريهه كريهه، شوف ايش رمت، والله ما انت داري.
قبل ما ترمي اضربها قبل ما ترمي. طمت. لا بعت على السم حقها. ايوه موتي موتي ايتها الكريهه. طيب هذا ايش هو؟ شوف البيك اكس حقي قوي، انا جبته معايا من المحطه اللي فاتت، لو شفتوا الحلقات اللي فاتت تفهم هو حديد حديد، ما ابغى ينكسر، لو انكسر ما اقدر اسويه. يروح علي، لازم اظن اسوي الحداد الجديده. يلا جمع حديد يا حبيبي، جمع جمع يا قلبي، جمع قد ما تقدر قد ما تقدر. هنا ايش هذا؟ ذهب؟ لا ما نبغى ذهب، نستكشف ايش فيه. يا سلام، في ضوء هنا رهيب والله مليان. هذا ايش؟ هذا نحاس. لا ما ابغى نحاس، خلينا نشوف هنا ايش فيه. هذا حديد، خذ حديد يا قلبي، خذ يا بعد قلبي. يا سلام، وطلعت ليفل اب. اطلع ليفل اب يا حبيبي، اطلع ليفل اب. لازم والله نحط في الاشياء، نحن نسينا نحط في التالنت ونفك الاشياء. شوف ايش هذا كمان. حديد، خذ يا قلبي. يا سلام يا قلب لا تحزن. يا سلام خذ. والله كهف صغير لكن مليان، لكن مليان، اخذنا اشياء كثير. لكن قبل ما نمشي خلينا نحط في التالنت. والله التالنت كبير، شوف التالنت قديش. انا بس بركز على الباو عشان اقوى فيه، فابغى انزل تحت، ابغى اخذ الاشياء اللي تحت. هذا ايش يديك؟ يقول لك يزود لك الديورابيلتي حق الباو. حط زود يا حبيبي. هذا ايش يبغاني اخذ؟ اللو سترايك، انه يعني لما اضرب احد الباو ينضرب، بس ما يجي اخذ هنا. ايش يقول لي؟ لازم اخذ نجمه، يعني لازم اخذ في نقاط ثانيه. فايش النقاط اللي احط فيها؟ هذا ريديوس والستامنا تنقص. هذا برضه شوف، وصلت فتحت. شوف هنا النجمات تفتحت لي اشياء اللي تحت. اوكي فخليني افك. هذا كريتيكال هيت يزيد معاي الشانس. خذ اثنين، غلقت النقاط. نروح للسولو، هذا النقاط ما تشتغل الا لما تلعب، يعني لو لعب معك احد هذا تنطفي. فعندي اهم شيء الاستامنا، حطيت نقطتين في الاستامنا. الاستامنا مره مهمه اني اقدر اجري وامشي بسرعه. اوكي خلاص، اظن نرجع القاعده، عندنا ما في كفايه. هذا الملح ماني عارف ايش فائدته، في كل مكان اشوفه. والله الاكسجين قام ينزل، لازم ناخذ اكسجين. كيف الاكسجين حجار؟ انا ما اعرف، انا كسر وقالوا له اللعبه انك تبغى حجار اكسجين، ناخذ حجار اكسجين وبعدين ايش نسوي بها. لحظه اوريكم كيف اكسر هذه كلها. اجي هنا اقول حط الاكسجين هنا، هو يشفط اكسجين. كيف؟ ما اعرف، لا احد يقول لي كيف يشفط. يا سلام يا سلام، بيتي خطير شكله من بعيد. يلا خلاص رجعنا، خلينا ذحين. شوف كيف، والله شوف كيف، اهم شيء الدعامات. انا خايف يطيع البيت علي والله. احط لي دعامه هنا كمان. ايوه حط، ايوه حط دعامه كذا، وبعدين حط تحته كمان دعامه ثانيه هنا وهنا. وهذا ليه ما يجي تحت دعامه؟ ابغى في الارض، ابغى في الارض تجي دعامه كذا. ايوه يا سلام، ليه ما تجي على فوق هذه كذا؟ خلاص اضمن انه بيتي ما يطيح. طيب اصدق انه هذا هنا، ايش هذا الصخره هنا؟ ملح اظن هذا. اوكي كذا وكذا، هذا هذا هم. شوف بيتي بدعامات، يعني شيء غل 100 100. طيب اول شيء لازم اشغل ايش يبغى الاشياء. عندي الاشياء افتحها، لازم الصحاره اول شيء. وهذا فاير بليس خطير خطير. اوه القربه، لازم افتح القربه، لكن ما اقدر افتح القربه اذا الا اذا سويت حقه ايش؟ حقه الاكسجين. ممتاز، افتح حق الاكسجين وافتح القربه، نقدر نفتح القربتين، هذه قربه المويه وهذه قربه الاكسجين. ممتاز ممتاز. اوكي طيب خلينا نبدا واحده واحده، لا نضيع. صوت الشلال خطير. احط الصحارات برا، لا يقول لي ما يعني هذيك اللي جوا البنش الكرافتنج بنش ما خلاني تشتغل برا. اظن الصحارات تشتغل برا صح ولا لا؟ نشوف ايش يبغى لها الصحاره يا حبيبي، ايش يبغى لها؟ فين الصحاره؟ فين الصحاره يا قلبي؟ صدق الصحاره اظن تصير في الوركينج بنش. نروح نستكشف بنفسنا. الو طيب ايه، شوفوها هنا، عندي كل شيء، عندي كل شيء موجود. ايش تبغى؟ حجار، خشب، ستيك وليذر. يا سلام علي، يلا سويها لي. شوف الحبال نقدر نسويها من الفايبر، بعدين ابغى حبال قد ما ماكسيموم. سوي حبال، بعد ما تغلق من هنا غلقها. تمام طيب ناخذها ذحين، ناخذها. وهذا السلفر خليه هنا يا حبيبي، خليه، ولا اقول لك خليه كذا. نروح نحاول نحطها برا، تيجي برا ولا لا؟ لاني ما ابغى اضيق على بيتي بصراحه. كيف شكلها هذه؟ والله شكلها معاق. ايوه اضبط، حلو تشتغل. ما تشتغل. اسحب يا حبيبي اسحب، لازم نحطه جوة البيت. طيب انتوا اللي بتزعلوني، بيتي ضيق، انا بيتي ضيق والله.
يبغالي اكبر زياده. ممتاز. يلا نحط الصحارى، اظن يبغالنا اكثر من صحارى. نحط الصحارى هنا، ايوه يا سلام. ونحط جواته ايش؟ نقول نبغى الحديد. فين حديد؟ هذا حديد، شوف يحول لي يا سبيكه. وهذا حديد، يا سلام والله جمعت حديد كثير. وهذا حديد، وش كمان؟ هذا حجار، هذا حديد، يا سلام. شوف هذا فحم، شوف احط الفحم هنا، الفحم احسن من الخشب. في حديد ثاني ولا خلاص؟ والله هذا فحم هنا نحطه احتياط عشان اذا غلق هنا. شوف 100 فحمه، ممتاز. شوف ايش يقول لك، يقول لك تحط الحديد يديك سبيكه حديد، اذا حطيت الستيل يطلع لك ستيل. هذا الاشياء اللي تطلعها والله اشياء عجيبه. ايش الاستفهام هذا؟ النون اور، فروزن اور، ما تدري. وهذا اشياء غريبه. يلا بس شغل يا حبيبي، والله يبغى له شغل، يبغى له شغل حتى يشتغل. طيب خليني اسوي حقه الاكسجين، القربه حقه الاكسجين. نروح برضو اظن في البنش هنا نسويها هذه، والله عندنا اشياء. هذه اظن خلاص تعبينا القربه حقه الاكسجين، بدل ما احنا نحط شوف اختفى على طول، مع انه والله الا ما راح. هذا يسحب، اللي يسحب الاكسجين. نحن نحط له قربه ونرتاح. ايوه غلقت برضو، اظن القربه ما تنفع الا انه تنحط جوه البيت، ما تشتغل برا البيت. اوكي فنحط القربه هنا، قربه جميله يا سلام. ايوه ونحط ايش؟ فين القربه؟ ما سوينا قربه، كيف نسوي القربه؟ قربه هنا نسويها برضو. اي والله نسويها هنا. يبغى لنا ليذر، يبغى لنا فايبر. طيب حتى القربه حقت المويه يبغى لنا ليذر وفايبر. عندي ليذر كثير، انا فين رميته؟ والله شكلي رميته، والله غريب هنا ما في. طيب نروح نجيب، نقتل في الحيوانات. عندي اسهم، عندي 19 سهم. نقتل في الحيوانات وناخذ منهم الليذر ونجمع شويه فايبر. شوف الحيوان هذاك، تعال انت فيك جلد ولا لا؟ ادي في راسه، في راسه ادي كريتيكال. والله جاي يجري قد ما قوي نفسي برضو احس انه والله قوي هذا. ايش هذا؟ حط الاربعه السكينه وجمع لي شويه ليذر منه. والله هذا يبغى له سكينه كبيره قويه، السكينه اللي عندي معفنه، سكينه عظميه. طيب نروح نجمع نشوف حيوان ثاني غيره، وكمان نجمع شويه فايبر. هذا فايبر، ايوه ايوه خذ فايبر، خذ جمع جمع جمع. هذا الحيوان ايش هذا؟ هذا الحصان اظن عنده ايه. تعال يا حبيبي، تعال تعال. الحصان هذا ان شاء الله باذن الله هنقدر نطلع فوقه. ايوه مو شو، ما هو قادر يوصل له، ما هو قادر يوصل له يا حبيبي. الحصان اظن نقدر ايوه نسلخ بالراحه. ايوه هات ادينا يا حبيبي، ادينا. ايش عندك اشياء؟ اوه عنده ليذر، عنده ليذر كفايه. تيك اول دحين، نروح خذ منه عظم كمان، خذ منه عظم. الله مسكين في وسط الشجر، هذا الشجر كله كسرته انا وصحرت الدنيا، كانت الدنيا الى غابه. انا في كوكب زمرد، ما انت شايفين كيف الكوكب بنفسجي؟ يبغالي بعدين اغير الكوكب، اقدر ان شاء الله اذا تطورت اقدر اخرج من هذا الكوكب واروح كوكب ثاني. فنرجع هنا. ايش في في؟ والله شكله الليل بيجي. الساعة كم؟ الساعة 6، الساعة 6. اوكي طيب ها سوي لنا قربة، هذه قربة موية. طيب ابغى قربة اكسجين. طيب هذه قربة الموية، يبغى له جلد، مو كفاية مو كفاية. طيب نروح نعبي قربة الموية بشوف كيف، مع انه الموية حقت هذه بعض مرات تجيب لي اسهال. طيب شوف القربة بعدين اقدر احطها. هي خلاص هو يشرب، لكل ما يعطش يشرب من القربة. باقي لي بس اسوي قربة ايش؟ قربة اكسجين. خلاص لما يجي بعدين الحيوان اشوف. ذحين بس غلق السبايك ولا ما غلق؟ وريني كم سبيكة والله طلع لي السبايك الجميلة، 20 سبيكة. ايوه طلع يا حبيبي طلع. حلو، انا كل همي ايش بسوي؟ ابغى اسوي هذه الراديو اللي يدينا مهام. فين راح الراديو؟ انا ما فتحت الراديو والله، ما فتحته والله ما فتحته، لازم افتحه اول شيء احسب اني فتحته. هذا هو الا فتحته. إيه ليه ما هو راد كرافتنج بنش الا هذا؟ فينه هذا الكونتاكت؟ هذا هذا. ايش ناقصنا؟ حبال. سوي حبال، سوي حبال قد ما تقدر. ايوه ها اقدر. يا سلام دحين نسوي بعد ما يغلق من الحبال الجميله هذه يروح يسوي لنا الكونتاكت ديفايس. هذا يخلينا نتصل في المحطه وناخذ منهم المهام. هذا لو سويته احس انجاز كبير. يا سلام يا سلام سويناه. ناخذه ونحطه برا، والله هنا نحطه جنب، لا خلي كذا شويه عند المكان هنا. ايوه كيف شكله؟ والله شكله خطير. ولا
جيهو قال لي شكرا. شوف كيف شكله؟ الله يسوينا الرادي. اوه جانا الليل، والله جانا الليل. شوف الجهاز كيف شكله، والله جهاز شكله يضحك. شوف كيف الخريطة مكتوبة واسلاك، مشي حاله والله مشي حاله، جهاز جربان. بس هنا تاخذ المهام، ممتاز. يقول لك هنا ايش؟ هذه ايش المسنج؟ ايش هذه؟ هنا فيها اشياء يصير له ابجريد، هذا يتطور الجهاز. هذا يقول لك مهام عادية يعني او قصيرة، هذه مهام طويلة. والله شغل. شوف مثلا في هنا يقول لك عندك مهمتين، يا هذه ايزي وهذه ايزي، يعني يبغانا ندور احد ونغلق ايش المهام. لكن مثلا هذه كرافت سم تو هيلب يو ابروبو، ناخذ مثلا هذه المهمه نشوف ايش، نشوف ايش نزل. اوه اوه ذحين حينزل لنا شيء اظن من السماء يدينا المهمه. فين شايفين شيء؟ والله ماني شايف ولا شيء. فين مكان في الخريطه؟ اوه جاء عندي هنا. ايش هذا؟ يقول لك هنا عندي، ماني شايف اي شيء بصراحه. ايوه فين فين في الخريطة؟ هنا شايفينه؟ ايوه شوف هنا، والله جاء في الظلام، والله شوف كيف يولع. هات الطلبات يا حبيبي، شوف كيف، والله شكله خطير، ازرق واحمر ولمبات خضراء. ايش يقول لي؟ يقول لي يبغالي اسوي له هيت باندجز وانتي بلاستيك بيست وروب حبال. طيب هذا من فين اجيبه؟ اقدر اسوي الحبال انا، بس انا كم حبل عندي؟ بس الانتي بلاستيك بيست من فين اجيبه؟ كرافت تول لا ما يداري، اضغط عند الام. طيب اعزائي المتابعين اظن يكفينا هذا القدر، ان شاء الله باذن الله نكمل في الحلقات القادمه، وفي امان الله.